يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص كلفه أخوه بدفع زكاة الفطر في رمضان ولم يفعل، حين سأله أخوه ادعى أنه قد فعل، فماذا يفعل وما الذي عليه؟ هذه نتيجة التساهل والتواكل في العبادات. واجب على المسلم أن يبادر بأداء الزكاة بنفسه، سواء زكاة المال أو زكاة النفس وهي زكاة الفطر، يبادر لأنها حق واجب عليه. فإذا اقتضى الحال أنه يوكل، لا يوكل إلا واحد يقوم بالواجب وينفذ المطلوب ويبرئ الذمة، إذا اقتضى الحال التوكيل. أما مهما أمكن أنه هو اللي يؤدي العمل، فهذا شيء واجب عليه لئلا تبقى الزكاة في ذمته. وعلى كل حال ما دام فات الوقت ولم تخرج، تخرج قضاء، تخرج الآن على أنها قضاء. نعم.